نتمنوا ان الملك راه الملك اللي دابا خصو يتدخل، اما الحكومه راه دايره الاذان الصماء، ما بقيناش عرفنا، ما بقاتش سامعانا، ما عرفتش انايا فين غاديين بينا، ما بقيتش عرفت انايا فين باغي نوصلوا، واش بغاو حتى الشعب يتفرقع، واش بغاو حتى تخرج الامور عن 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 المالوف ديالها، وما تبقاش هذا السلم اللي حنا عايشين فيه. حنا هذه بلادنا وما غادي تنزلوش عليها، وهذاك المخططات ديالهم، المخطط الاخضر اللي هو اسود واللي هو كحل هذه البلاد، واللي كنعتبروا انه كان فيه تهريب لا 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 تهريب الماء من بلادنا، كذلك كنعتبر على انه العيد خاصهم يوقفوه، العيد الكبير ما خصوش يكون، لانه كيفاش هاد الناس اللي كياكلوا اللحم كياكلوه غير من العيد للعيد، كاين الناس اللي كتشري الحولي ولا حتى كيعطوها الناس اللي عندهم الامكانيات، وبالتالي احنا عيينا وكنتمناو ان الملك يتدخل ويقول كلمة ديالو.